شمشون. ونزل شمشون إلى تمنة ورأى امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين. وذهب شمشون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل عليها. وكان بعد ذلك أنه أحب امرأة في وادي سورة قسمها دليلة. ما أسهل التنبؤ بمستقبل إنسان مثل هذا. يا ابني ليتك أصغيت إلى وصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج الأمم. في وسط الارتداد المتفشي في البلاد ظل عبيد الرب الأمناء مواظبين على التوسل إليه حتى يخلص شعبه. وحسب الظاهر لم تكن هناك أي استجابة، والضيق في إسرائيل والألم وشر الطغاة فاق كل حد، وطغيان الفلسطينيين وظلمهم لشعب الله تعدى الوصف والتسجيل. ولكن في نفس الوقت وعلى حدود البلاد المشرفة على سهول الفلسطينيين كانت بلدة صغيرة تدعى صرعة، وكانت عائلة منوح التي تنتمي إلى صبطدان تسكن في تلك البلدة. فظهر ملاك الرب لامرأة منوح العاقر وبشرها بأنها ستنجب ابنا يبتدي الرب يخلص به إسرائيل. وجاء شمشون بشعره العجيب الذي كان ينسدل على كتفيه، وكان شعره رمز عهده ومعاهدته التي تربطه مع الله من بطن أمه. ولم يكن أحد غير أمه وأبيه يعرف هذا العهد السري ومعناه. وعندما أدرك الصبي الأمور عرفته أمه بقصة ميلاده وشعره ونذره المقدس. وعلى سطور هذه الصفحات أريد أن أحدثك عن شمشون. نعم شمشون، وقصته الغريبة وخسارته التي لا توصف ومهانته التي لا حد لها ولا داع. يقول القديس أمبروسيوس عنه: شمشون القوي الشجاع الذي غلب الأسد لم يستطيع أن يغلب هواه، الذي قطع الحبال التي أوثقه بها أعداءه عجز عن قطع حبال شهوته، الذي أحرق حقول أعدائه أحرقه لهيب اللذة الممنوعة التي أوقدتها فيه امرأة واحدة. ومن هو شمشون هذا الذي تتكلم عنه أيها القديس؟ بصدق إني قد تعجبت جدا وتألمت بمرارة. وهل هو الذي قال عنه الملاك إن الصبي يكون نذيرا للرب من البطن إلى يوم موته؟ وهل هو الذي كان روح الله يحركه؟ نعم هو ولا أحد سواه. ولكن ما الذي حدث وجعله هكذا لا منظر له ولا جمال؟ لقد أطاع الحياة وأحب الخطية، وها قد فقد الله وخسر نذره وشابه الحيوانات. آه يا بطل إسرائيل وقاضيها وقاتل الفلسطينيين، كيف حدث ذلك وصرت خادما ذليلا تحت طاعة امرأة زانية وفلسطينية مستهترة؟ قد نذر شعره لله، وأما قلبه فقد أقسم بألا يعطيه لأحد سوى دليلة وحدها. إن قصة سقوط شمشون درس واعظة وعبرة ينبغي أن يلقنه كل جيل للجيل الذي يأتي بعده. انظر يا أخي إلى شمشون الذي كان روح الله يحركه، ها قد حركته الخطية فأحرقته، وداعبته الشهوة فألهبته. فقد جعلته الشهوة ينذر شعره لله ويعطي قلبه لدليلة ويهب جسده لزانية غزة. وهيهات أيضا أن يظل الشعر مضللا هامته رمز عهده المقدس لله، بينما القلب في يد امرأة ذات جسد شرير لا يعرف الخضوع. لقد جعلته الخطية يحب دليلة الوثنية ويعشق الزانية في غزة، وبذلك لا يجد وقت يعرف فيه إلى أين هو ذاهب وإلى أي مصير ينحدر قاضي إسرائيل. انظر إلى بطل إسرائيل وحاكم شعب الله، فقد أنزلته دليلة إلى مستواها فعاملها بالمثل وانهزم. أسلمته جسدها فقط، فأسلمها هو قلبه وجسده وشعره المقدس وعلامة نذره وعهده مع الله. ومتى كانت الضريبة غير ذلك والخسارة أقل؟ لم يسترح الله عندما بدأ يستريح شمشون بشعره المقدس على ركبتي امرأة كهذه. ومتى اجتمع النور والظلمة معا؟
ومتى أيضا جاء حنس العهد مع الله أولا؟ آه يا سيدي شمشون، ألا تعلم يا قاد إسرائيل أن الحرمان أسهل من التوبة وطاحونة الفلسطينيين وعبث المعابد؟ نعم، الحرمان أسهل بكثير من التوبة وحجر الرحى. لماذا؟ اسمح يا سيدي واصغي لي. أولا، فعندما سقطت أنت في الخطية أعثرت من أخطأت إليه، لقد أعثرتهم في شعب الله وخاصته جميعا، وجعلتهم يشكون في كل إسرائيل ويقولون إن أولاد إله إسرائيل يفعلون الخطية مثلنا وأكثر، فهم شعب لا ميزة فيه ولا خوف عندهم من إله سمعنا عظمته وذراعه القوية ومعجزاته معهم، وها بسببك قد جدفوا على الاسم الحسن. ثانيا، لقد كسرت وصية لا تزني التي لم يسمع عنها أبوك يوسف الصديق، ولكن خضع لوصايا الله بالحس الإلهي وضميره النير وجسده العفيف والهروب من دائرة الخطر، وكنت أنت كعبد وثني يعيش على غريزته كالبهائم وحسب نزواته يسير ومع الخطية يسكن. ومتى يا صاحب اجتمع الله مع بليعال ولم تحدث خسائر ولم يأتي الضرر؟ ثالثا، أغضبت الله وأحزنت قلبه بمخالفتك إياه. يا ابن البشارة الخاصة لأبيك منوح وابن الميلاد برسالة وملاك وذبيحة مقبولة، وكنت كأغلف ليس له رسالة من الله، فلماذا الالتزام إذن؟ هكذا قالت أعمالك وأنت قاض لإسرائيل وحاكمها. رابعا، لقد سمعت صوت جسدك ونداء الشهوة وثورة الغريزة وكلام الشيطان وغواية الحية، فخفت صوت الله داخلك وحنثت بنذرك وعاهدت إبليس على أن تخضع له وتطيعه وأن تسكن مع امرأة غريبة. فبصدق كيف بعد كل ذلك تقدر أن تقدم توبة وها قد أسلمت نفسك في يد الغرباء الذين لا يعرفون الرحمة، فكبلوك بالحرير ظاهرا والحديد باطنا كعادتهم مع الفريسة وكل من يقع بينهم؟ فحينما تأتي إلى التوبة ستجد أن الوضع صعب جدا، فعلا صعب أن تتخلص من كل هؤلاء في وقت لا تملك فيه نفسك ولا تمتلك إرادتك والجسد كثور هائج، ولما لا؟ وهو قد تعود على عدم كبح الجماح من البداية، والحياة القديمة قد أطلت برأسها بقوة في وقت الضعف. خامسا، كيف تقدر أيضا أن تتخلص من دليلة والدلال هذا مقداره؟ سادسا، كيف تبرر سقوطك أمام شعب أغلف وقد جعلتهم يجدفون على اسم إله إسرائيل ويعتبرون إلهك كواحد من الآلهة، وأنت تعلم أن كل آلهة الأمم شياطين؟ سابعا، كيف يتركك الشيطان الآن بعدما صرت أضحوكة وكلعبة في يد طفل مشاكس يلهو بها كما يحلو له دون تعقل؟ ولا ننسى أيضا إنه سوف يسهل لك السقوط أكثر كلما حاولت التوبة، وأيضا لو تخلصت من كل هؤلاء هل ستجد وقت للتوبة أم لا؟ لا أعرف ولا أضمن لك حياة. فعلا يا سيدي، قد وضعت نفسك في دائرة الخطر وقرب الهلاك، وأما الحرمان لا طرف آخر دخل معك ولا عدو لك. وأيضا ما يجعل الحرمان سهل القبول ذكر أعمال الله معك ومع أجدادك، وبذلك يصير للحرمان متعة ولعدم السقوط لذة. وها بسبب عبثه السخيف واللهو غير البريء وتهاونه في القيام بالمهمة الموضوعة على عاتقه والتي جاء من أجلها، فقد شمشون الرب دون أن يعلم، وأخيرا قلع الفلسطينيون عينيه، وما من شك بأنه صرخ صراخا مرا وهم يقلعون العينين. وفي الحقيقة لو أن هاتين العينين قلعتا من البداية لما حدث له ما حدث. إن هناك علاقة بين البصر والبصيرة في الإنسان، فإذا انفتح البصر على منظر شهوة ملوثة أغلقت البصيرة، والعكس صحيح،
إذ عندما تفتح البصيرة يغمض المرء طرفه خشية وخوفا وفزعا. لم يدرك شمشون هذه الحقيقة، ففتح عيناه على المحرمات، وكان لابد لهاتين العينين أن تنتهي إلى ما وصلت إليه. فالخطية دائما تقلع عيني صاحبها وتقتل الرؤية الصحيحة. وكانت مأساة شمشون أنه فقد البصيرة من البداية، فكان عليه أن يتوقع فقد بصره وما حدث. ولكن لماذا كان كل هذا من البداية يا بطل إسرائيل؟ ألم يكن الحرمان أفضل بكثير من دليلة وكل سكان غزة؟ أظن الآن هذا هو رأيك أيضاً.